عندنا المرة دي assignment، محتاجين إن احنا نعمل internal process map لأي procedure في document control. أي procedure أنت تعجبك، تمام؟ هتحاول إن أنت تحدد فيها ال process steps، responsibility، time frame بتاعت كل process، تمام؟ هو ده التاسك بتاع المرة الجاية، محتاجين إن احنا نعمله قبل المحاضرة الجاية، يعني الماكسيمم كده يوم الجمعة. أبقى محتاجة إن آخر تاسك تكون متسلمة تكون يوم الجمعة الساعة 12 بالليل، عشان بعد كده مش هيبقى عندنا وقت إن احنا نراجع، تمام؟ محتاجين إن احنا نراجعها، علشان أنا محتاجة إن أنا أكتب لكم عليها الكومنتس عشان نبقى متأكدين إن هي تمام وصل المعلومة. دلوقتي فترة الأسئلة، ممكن التاسك تاني. التاسك احنا دلوقتي طبقنا البروسيس ماب على البروسيجرز بتاعت الدوكيمنت نمبر، تمام؟ عاوزين نفس التطبيق كده على اي بروسيس في الدوكيمنت كنترول حضرتك تطبقه، استعمل فيها البروسيس ستابس، استعمل فيها الريسبونسبيلتي، تحدد الريسبونسبيلتي بتاعت كل شخص عن البروسيس دي، حدد له تايم فريم، ولو عاوز تعملها بروسيس ماب اوكي، عاوز تكتبها بايدك زي ما احنا كنا كاتبينها هنا تمام، بس هي احسن لك ان انت تعملها بروسيس ماب، تمام؟ في اي بروسيجرز من اللي احنا بنتعامل فيها كدوكيمنت كنترولرز، يعني ممكن تعملها في الديستريبيوشن، ممكن تعملها في الريسيت، ممكن تعملها في ايه تاني، في الاركايفنج، في الفايلنج، اي حاجه، تمام؟ حضرتك هاتي نموذج مثلا الاي ار وقولي عليه احنا بنعمل فيه ايه الاجراء من ساعه ما بيطلع الاي ار عند المقاول لحد ما بيتسلم عند حضرتك، ايه البروسيس اللي انت بتعمليها. ممكن تستعمل في الريسيت زي ما احنا قلنا النهارده، ممكن تعملها للبروسيس مثلا بتاعه الاركايفنج، بروسيس بتاعه الهاندينج اوفر، الفايلنج، اي حاجه، تمام؟ حد بقى عنده اي سؤال؟ احنا ممكن دلوقتي نفتح الفويس لاي حد عاوز يسأل.